نرجع ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبركم ايه فيديو جديد تاني مع السلسلة المفضلة عند كثير منكم، كيفني اكيفك. للي ما يعرفش كيفني كيفك، فهي عبارة عن انا بسألكم على الانستجرام كيفكم ايه في اوردراتكم من المطاعم، فبتقولوا لي اسم الحاجة اللي بتحبوا تطلبوها، اضافاتها بتشيلوا منها ايه، واسم المطعم، وبجيبها وبنشوف الدنيا فيها عاملة ازاي عشان نكتشف مع بعض حاجات جامدة. المتعارف عليه بهذه السلسلة احنا دايما بنكلم المطاعم نطلب منها الاوردر بتاعكم، بس قلنا مرة ايه ننجز على طول نطلبهم وندخل الاكشن على طول. فنبدأ دلوقتي باول مطعم معانا واول اوردر معانا، وهو ماكدونالدز. من الذي يرشح هذا المطعم؟ اول حد معانا هي ملك. ملك قالت لي اطلب من ماكدونالدز الميجا ماك بتاعهم، الساندوتش السري اللي كان مؤخرا عامل قلبان وعمل ترند وبتاع، وقال لك سيكريت منيو، ده مش السيكريت منيو، ده موجود اصلا ومش عارف ايه، وكان موجود مش عارف وحاجات كده كتير. تعالوا نشوف الميجا ماك ده نظامه. يعني الميجا ماك ده ب 63 جنيه، مش عارف، حاسس ساندوتش عادي جدا دلوقتي، يعني مش حاسس ان في حاجه سبيشال. بصوا هو بيج ماك بس دبل، هو ده الميجا ساندويتش المكان السري اللي كان مخبوط في البتنجان، هو ده البتنجان. اربع قطع من البرجر بس ريحته حلوه. بسم الله. بالظبط بيج ماك اكسترا بيف، يعني هو ده طعمه حلو قوي، جرعه من اللحمه كده مره واحده كلها قطمه، بس مش حاجه يعني اللي هي او ماي جاد. لقينا السيكريت منيو بيج ماك، دولي حتتين لحم بس خلصت، بس حلو كده احنا جربنا السيكريت بتاع البتنجان. شكرا يا ملك على اقتراحك الجميل ده. وانا بقلب كده على الانستجرام في مقترحاتكم طلع لي اقتراح لذيذ قوي، مو عدنان قال لي هات من ماكدونالدز 2 ابل باي ساندي كراميل. شرحني بقى اعمل بيها ايه يعني. فاللي انا فاهمه ان انا اجيب 2 ابل باي واقطعها جواها، انا ما اعرفش ليه، بس انا هحاول اعمل اللي هو بيقوله، بس هو كده مش هيكفي يعني، بس انا هحاول اقطع كده واللي يحط ابل باي دي جوه. مش فاهمه قوي الصراحه، انا ده اللي حاولت اعمله دلوقتي. ادوق بقى اللي انا عملته ده، ربنا يسامحك يا معدن والله، حاسس انا عليا حكم في الشايب. يا نهار ابيض. بسم الله. هي غريبه رهيبه، حلوه قوي الميكس ده، والله خطير يا مو يا جامد. ممكن اعملها كده اهو. الله الله عليك يا عمور. دي بقى تتقال لها I like what I see تريليون تريليون I like what I see. حطها جواها احلى. هو صح، عشان كده في فرق بين انت تطلب وفي فرق انك تعرف تاكل الاوردر او تعرف تاكل او تعرف تاكل نفسك. ما اعرفش انا بقول، بس هو اكيد فهمت قصدي. شكرا جدا يا مو على الحركه الحلوه دي، كيفتني الصراحه جدا. نروح على المطعم اللي بعده والاقتراح اللي بعده والكيف اللي بعده اللي هو بيتزا هات. كيف احمد اسامه؟ تعال نشوف جاب ايه. حلوه جاب ايه دي، الله عليك ابو حميد. احمد اسامه بيتفنن دلوقتي معانا. ابو حميد قال لي هات بيتزا تشيز لافر اكسترا بيبروني تحت الجبنه، تسويه 90%. وكلمه تسوي 90% دي قرار كتير جدا جدا من كذا حد فيكم على الانستجرام، واضح انه في اجماع للحوار ده. دي بيتزا ميديوم، العجينه برده ميديوم، وقال لي هات معاها فاير وينجز. الاوردر ده كده ب 159 جنيه، رايق. لازم نبدا بالوينجز فاير دي او فاير وينجز دي، ريحتها قلبت المكان، ده تحفه تحفه. ايه ده؟ طبيعي مش طبيعي بجد. طب عامل ازاي؟ هرجع احب بيتزا تاني ولا ايه؟ يا نهار ابيض عليك، جامده جدا. واو ملهلبه، الجناح فيه كده لحمه تندر جوسي جامد جدا، تحفه. ابو حميد الله عليك ابو حميد، ما جربتش من زمان الحاجه دي كده. ماشي نجرب البيتزا، احنا ممكن نسخنها سيكا عشان ممكن هي وايه بردت سيكا، مش هنستمتع بيها اكتر حاجه. تعال بقى نجرب كده الدنيا. الجبنه باينه جدا حلوه قوي. تعال بقى نجرب التشيز دافر ضاف البوري من تحت. 90% دي مخليها طريه شويه. دي مع الفاير وينز. ابو حميد انت تقتلني والله. هو للاسف الاجنحه زفره سيكا مستدبرتها فكرني بكنتاكي، واضح ان هم خرموا على بعض. حلو قوي 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 يعني. 90% دي الصراحه لذيذه جدا، مخليه البيتزا اخف شويه. تشيز دافر بيبروني تحفه تحفه تحفه. ثانك يو. الله حلقه بنت لذينه. نروح اللي بعده. السوقي اند صودا من محمد منت. تعالى نشوف. جايه سخنه، دقيقا شكلها حلو قوي 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 يعني، شكلها جميل، سخنه ريحتها حلوه. هيطلب من عنده فطيره سجق وش بيتزا اضافه كيري اضافه صوص ليمون معصفر جوه، واضح ان هو منشن. دي ب 123 جنيه. نجرب وندوق سيره السجق دي على اضافه كيري وليمون معصفر وش بيتزا. واضح ان في غلط، هو حاطط هنا ليمون معصفر مش حاطط صوص ليمون معصفر، مش عارف ده غلط من هنا ولا منه، ما عندهمش صوص ليمون معصفر، بس طبعا هي جديده يعني ما كانتش حاجه كده زي كده خالص. الفطيره كواليتي محترمه قوي تحفه، اعتقد لو كان صوص بس ليمون معصفر تبقى احلى، لان ليمون معصفر جامد يعني طعمه قوي كده واخد الجو كله، بس حلوه. انا هاخد مثلا دي ولا هاخد بيتزا هات. ايه الكلام.
بيقدم كواليتي محترمه قوي 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 يعني. السجق نضيف اوفر حلو قوي، انا مبسوط. حلقه الفطيره اللي عملته مشكل لحوم، ما اكلتش فطيره حلوه كده، فدي حلوه قوي. محمد ترشيح وكيف عالي قوي قوي، يستحق التجربه جدا. الناس جايه النهارده في الحلقه عاملين شغل عالي الصراحه، يعني جايين مقطعين بطايقهم جامدين الثلاثه النهارده لحد دلوقتي معالين على بعض. شكرا يا محمد. اللي بعده رابع مطعم معانا هو بدل الغريب من ترشيح شعبان المليجي. شعبان ظبطنا، انت طلبت اوردر يا شعبان يعني يكفي عيله. انا ما اعرفش ليه انا اتفاجئت وانا بطلب، فهو حاجه محكتني يا شعبان. هو انت يعني انت قررت ان انا اكل ده النهارده؟ يا انت ما شاء الله اكيل قوي وبتاكل ده لوحدك ما شاء الله ما شاء الله، يعني ايه ده؟ ايه يا شعبان ده؟ في ايه يا شعبان؟ انت كتير قوي يا شعبان ده. ماشي، قال لي اطلب سندوتش تركي فيش او تركي فيش على اضافه شيدر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت له شوربه بلدي غريب، قلت حلو شوربه بلدي غريب كلام طبيعي، مو سندوتش عايز يطري معاه. في اخر حته كده كاتب ايه؟ وكوترو فورماج. انا قلت صوص ولا حاجه، طلع مكرونه، يعني في مكرونه اسمها كوترو فورماج. فانت سوحتني. ماشي، الطلب ده كله كده ب 244 جنيه ما سامحك. نبدا بالشوربه يا جدعان، نبدا بالشوربه. انا واحد بحب الشوربه، بقدس الشوربه اللي انتوا عارفين، اتكلمنا خاصه في النهارده بتاع الشوربه ده قبل كده. الاكل وشوربته انا كفيها يا شباب. نجرب الشوربه. طبعا مبدئيا ريحه حلوه قوي، الشوربه دي فيها كل حاجه، صبيط، سمك، كلاماري، جمبري. ايه ده؟ بسم الله اول حاجه شغاله ده، الله. نديها ليمونه، بعشق شوربه السي فود، حاجه عظمه. بسم الله. شوربه كتير جدا، الشوربه ب 75 جنيه لوحدها. بصوا هي كويسه، رامي شوربه كتير ميه كحشو، مش شوربه معقول برضو كويس قوي يعني. شعبان انت جود. تعالوا نشوف الساندوتش الغريب ده، اسمه تركي فيش وفي جوه تركي، ريحته حلوه قوي، على اضافه شيدر. بسم الله الله. احلى حاجه ان انا مش حاسس بزي يعني بسن الزفاره. اضافه الشيدر عليها شعبان معلمه، اضافه معلمه. السمك مع التركي عمل شغل حلو قوي، والجبنه عمل معاه شغل حلو قوي، دي فعلا كان المفروض نضرب معاها حاجه. الميكس ده حلو قوي، جربوه. انا معرفش ليه في ناس كتير بتشتكي من بدل غريب، ممكن ليه فروع سيئه معرفش. انا ما خدتش معاه تجربه سيئه، اكيد في ناس بتاخد معاه تجربه سيئه بيتضايقوا منه، بس واضح ان شعبان بيحبه. يعني والله شعبان دارس المنيو بتاعه دراسه جيده الصراحه، فعاش شعبان. نجرب المكرونه بالمره ورانا ايه؟ مع بعضينا احنا. الميكس في منها بالجمبري بس، منها ميكس، جبناها ميكس. بسم الله. فين الفورميشن الموضوع؟ يعني مكرونه وايت صوص عليها جمبري وبتاع مش عارف ايه، حته سمكيه فيليه. ما طبعا ما اعرفش ايه هو كواترو فورماج ده، بيعيش فين ما اعرفش، ولكن هو فورماج لذيذ الصراحه يتاكل حلو. لو انا هرشح حاجه من المنيو اللي هو طالبه ده هطلع هاخد السندوتش. السندوتش جميل الصراحه. المكرونه لذيذه بس ما فيهاش هو حتى ما قال لي كواترو فورماج، وانا كنت عارف المكرونه ما كنتش جبتها اصلا. اجيب مكرونه كده يعني؟ فين الحبشتكنات؟ فين الاكشنات؟ والشوربه برده شغاله مش عبال. ماشي يا شعب حلو كده. نروح لاخر مطعم واخر ترشيح معانا في هذه الحلقه الجميله اللي هو ذا كريب كومباني. ترشيح هيمة سعيد، قال لي اطلب بيتزا كريب تشيكن رانش اكسترا جبنه. انا بالنسبه لي تلاصم، ايه بيتزا كريب تشيكن تشيك رانش معروف، اكسترا جبنه ممكن برضو. تعالوا نشوف ايه ده. هو ليترلي يعني بيتزا كريب، ميني كريبز كده صغنونه على شكل بيتزا، دي ب 87 جنيه، يعني سعر الصراحه ممتاز اللي انا شايفه، سعر جميل جدا جدا يعني. هيما شكلك شقي. تلجت سيكا، الجو بدا يبرد الايام دي، هنديها لسعه كده. ده حاليا بقى شكلها، اوه يا ريت ما بقى شكلها ده، شكلها اهو. بسم الله. بصوا هي دي عباره عن عجنتين كريب فوق وتحت، فراخ كريسبي عليها جبنه موتزاريلا، عليها زيتون اخضر وفلفل اخضر، بس الرانش بره، هو الرانش مش جوه، فهي مش تشيكن رانش خالص يعني، هي مش تشيك رانش اللي انا فاهمه يعني، هو صوص رانش بره. حاول كده نجرب الرانش كده مع الموضوع. تجربة لذيذة. أنا كعمر هستمتع أكتر وهكلت كريب، كريب كريب يعني، ما ده كده رأس على السلم، لا منه بيتزا ولا منه إداني حلاوة الكريب قوي، بس هي كفكرة فكرة صايعة، ممكن تتطور، ممكن تتحسن بشكل كبير. هيما جود جوب، كيف عليه قوي، بقى أتعود عليه شوية شوية كده، بس أنا حاسس زي ما قلت إن ممكن البراند يطور فكرة أكتر يشتغل عليها أكتر. شكرا هيما على مشاركتك معايا في الحلقة الصراحة. نرتب الدنيا، تعالى نرتب الدنيا. أكتر حد الصراحة كيفني جدا في الحلقة دي جامد احمد اسامه، بيتزا هات، تشيز ليفر، اكسترا بيبروني تحت 90% سوا، تحفه. فاير وينجز خطيره طبعا، لو ما فيهاش زفاره شويه تبقى تحفه تحفه، بس يعني الكومبو ده والاكله دي عالميه الصراحه، ما كيفتني جدا. الميجا ماك يعني دوشه، هو عامل دوشه في الدنيا، ناس كلها بتتكلم عنه، بس مالك يعني حبيت تشارك معانا التجربه، بس هو مش مميز قوي يعني. بيج ماك نعمل ليه؟ بنعمل من البتاع مش بتاع والبتاع حاجه بتاع ليه؟ ما تخلي البتاع بتاع ومش البتاع بتاع، وخلي كل حاجه مكانها، ما ندخلش الحاجات في بعض يا جدعان. ففي مركز زي معايا بقى هو مو عدنان الصراحه، ابل باي
قوي مع الساندي كراميل خرافه، حلو قوي قوي قوي، برنس جامد، قطعه جواه وكله ممتاز. تالت واحد محمد مونت، الصراحه دي سوق سودا تحفه، طير السجق اضافه كيري، وش بيتزا عليها صوص ليمون اصفر، بس خرافيه حلوه تستحق التجربه. كواليتي الفطير والحاجات اللي جواه حاجه نظيفه. انا حابب اقول برضو ان انا الترتيب ده مفيش فرق بينهم كبير، يعني انا بصيت بهم كلهم الصراحه، حاجات طفيفه جدا، ده الترتيب حاجه بسيطه قوي. شعبان، شعبان الساندوتش بتاعك يا شعبان والوجبه الفامي اللي انت بعتها لي دي، ساندوتش حلو، فكره التركي مع السمك مع التشيز جامده لذيذه، بقى غريب عامل شغل حلو برضو، وانت دوك شعبان عالي عجبني. اخر واحد معانا ذا كريب كومباني من هيما، بيتزا كريب دي تحفه، بس كنت متوقع ان هي تبقى اشرس من كده، ممكن بقاش بيما، بس فكره حلوه وجميله وخطفتني الصراحه. فصايع ده ذوقي الشخصي في الترتيب بتاعهم. شكرا طبعا ليكم انتوا شاركتوا معايا في الحلقه، الناس بتعمل حلقات عظيمه الصراحه، مش انا اللي بعملها، انتوا بتعملوها، فشكرا جدا ليكم انكم شاركتوا معايا. على فكره ناس كده جدا 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 بعتوا لي انستغرام اقتراحاتهم، فهعمل منها حلقه تانية على طول، لان اقتراحات كانت كتيره جدا ما فوق الوصف، وحاجة اختيارات تحفه، فهنعمل حلقه تانية قريب على طول. كيفني كيفك عشان نغطي برضو كيف هينسى الجامد جدا جدا ده. بس كده اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه، كنتوا شفتوا معايا الدنيا كيفتوا زي ما انا كيفت. طبعا على انستجرام لو انتوا عاوزين تشاركوا في الحلقات الجايه ان شاء الله. بس كده لايك وشير للحلقه، منشن لاصحابك، فولو على الفيسبوك، فولو على الانستجرام، سبسكرايب في القناه قريب ان شاء الله. بسم الله، بسم الله ايه بسم الله انا لسه هاكل. بس كده كده معكم عمر الشريف من قناة عمر الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.